تثمينا للجهود الكبيرة والاستثنائية التي يبذلها أبطال مديرية الهندسة العسكرية في تقديم الدعم والإسناد لقطاعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في أرض المعركة. زار وفد من اللواء الثالث بدر التابع للحشد الشعبي مقر المديرية لتقديم شهادة شكر وتقدير تكريما وتثمينا للجهود المتميزة التي بذلت وما زالت تبذل من قبل كوادر وآليات السلاح الهندسي في أرض المعارك، مثنين على الخبرة والمهنية العالية في إدارة هذه المؤسسة التي كان ولا يزال لها الدور البارز في حسم شكل المعارك ضد داعش الإرهابي. أحد هذه المديريات هي مديرية الهندسة العسكرية، جاي يعني شغلها واضح وعلى العلن، فجاي تقدم كافة الخدمات للقطاعات العسكرية في سبيل التحرير. الصنف الوحيد اللي يخلي المقاتل بأمان لأنه يفتح الطريق، ولولا هذا الجهد الهندسي زين تقريبا ثلاث أرباع أو نص المعركة على هذا الصنف الآلي. ولهذا دورنا بالتقديم الدرع بالجهود والتضحيات زين للشهداء اللي أعطت هذا الصنف، ومعروف يعني شهداءهم الله يرحمهم من ضمن الشهداء، وهذا اللي أمان للمقاتل في فتح الطريق أمام زين التقدم للعدو.